أهلا بكم يا أصدقائي. على مدى قرون لعبت الملايين من أدوار الشطرنج، ولكن عندما اجتمع الخبراء واختاروا أجمل 100 دور من الشطرنج، كانت هذه السلسلة التي استعرض فيها أروع 100 دور لعبت على مدى تاريخ الشطرنج بين أبطال العالم الموهوبين وربما لاعب الشطرنج المغمورين، لنستفيد ونتعلم أن الشطرنج بحر بلا شطآن. الفيديو اللي هنراه فيديو غريب، فالأبيض هو اللاعب الكبير أرون نيمزوفيتش الذي له أياد بيضاء في تاريخ الشطرنج بعد أن أصدر أحد أهم كتب الشطرنج في التاريخ، وهو أسلوبي، الذي شرح فيه بالتفصيل جميع فروع الشطرنج، وقد قدمته باللغة العربية في سلسلة أسلوبي، والرابط في الديسكريبشن بأسفل. وقد التقى نيمزوفيتش في استعراض متزامن أمام عدة لاعبين، ولكن ما يشغلنا هو هذا البارون، واسمه بالتفصيل كورت بارون أونجن ستيربرغ. وعندما بحثت عنه في موسوعة الشطرنج وجدت له 3 أدوار فقط، 2 ضد نيمزوفيتش، هذا أحدهم والآخر خسره، أما الثالث فهو أمام ويال العجب بطل العالم كابابلانكا في أحد الاستعراضات، وفاز عليه أيضا بالأسود. ولكن وجدت له تاريخا مشرفا للغاية كرجل عسكري ينحدر من أسرة كلها أبطال. ولكن ماذا عن هذا الدور الذي ضحى فيه بوزيره أمام لاعب كبير مثل نيمزوفيتش، ولكن الذي يثير الحيرة أن التضحية أفضت إلى تكوينة هائلة لاصطياد الملك تتسم بالتعقيد؟ ولهذا لا عجب أن هذا الدور فاز بجائزة الجمال الأولى. هيا نراه ونحيي البارون. نيمزوفيتش بالأبيض وبدأ E4 ورد البارون E5 نايت F3 طالب البيضة، والبارون لعب نايت F6 بيترك البيضة وطالب بيضة E4، وده بيسمى دفاع بتروف. نايت C3 بيحمي البيضة، بيشوب B4، وهنا أفضل نقلة للأبيض هي أخذ البيضة، وبعد التبييت بيكمل نايت D3 طالب الفيل، والفيل بياخد والأبيض بياخد، وهنا الأسود بيسترد البيضة، والأبيض بيكمل في تعبئته ببيشوب E2 وبيبيت والدور متساوي. ولكن نيمزوفيتش لعب D3 وبيحمي البيضة، لكن جعل حصانه مربوط على الملك، وكذلك أغلق طريق تعبئة الفيل. ويبدو أن نيمزوفيتش مستهين بقدرات البارون لأنه بيلعب أمام العديد من اللاعبين، ولابد أن يلعب سريعا كما هي قواعد الاستعراض، ولكن هيدفع ثمن هذا الاستهتار غاليا كما سنرى. والأسود استغل الفرصة بD5 طالب البيضة، وأيضا التقديم لطلب الحصان المربوط بيشوب D2 والكمل D4. ونيمزوفيتش بيقول على النقلة دي انها متهورة، لان الابيض بعد تراجع الحصان والتكسير هيقدر يعمل هجوم مضاد بالF4 ويزعزع البيضة، ولذلك تراجع وطالب التكسير، والاسود تراجع بالفيل بيحمي البيضة وبعد بيشوب E2. افضل نقلة للاسود هي لعب C5 وتدعيم الوسط، لكن الاسود متعجل ولعب H5 على اساس بيعمل قاعدة للحصان على G4، لكن النقلة دي متسرعة، والابيض يستطيع استثمارها ببيشوب G5، بيربط الحصان على الوزير وبيستفيد من ان البيضة تقدم ولا يوجد H6 لطرد الفيل. لكن نيمزوفيتش ملعبش البيشوب G5،
إنما كمل بكسل، وهنا الأسود تمدد بنايت G4، لأن لو الأبيض لعب H3 لطرد الحصان، الأسود هيترك الحصان مكانه ويلعب F5، ولو الأبيض أخد بياخد بالبيدة وبيفتح الرخ على جناح الملك، ولذلك أفضل نقلة للأبيض هي لعب C3 ومهاجمة الوسط، لكن نيمزوفيتش تراجع بالحصان، ومن هنا أصبح موقف الأبيض منضغط والأسود كمل C5 بيدعم الوسط وطالب يلعب B5، والبيادق الأسود هتكتسح الرقعة، ولذلك A4 بيمنع B5، والأسود بيعبق ببساطة بنايت C6، والأبيض لا يستطيع لعب نفس النقلة لوجود البيدق، ولذلك ذهب بالحصان للA3، طالب يذهب للC4 ويتخلص من الفيل، والأسود كمل في زحف البيادق بF5، وأفضل نقلة للأبيض هي التخلص من هذا البيدة المزعج، لكن نيمزوفيتش أجل الأخذ ولعب نايت C3 طالب التخلص من الفيل، وإذا الفيل تراجع هياخد على F5، لكن الأسود ترك الفيل ولعب نقلة قوية F4، والبيادق السوداء اكتسحت الوسط، ونيمزوفيتش أخذ الفيل والأسود أخذ، وبكده قطع الأسود أصبحت منتشرة وبيادقه مكتسح الوسط، بينما الأبيض منضغط تماما، ولذلك تراجع مرة أخرى بالحصان اللي أصبح القطعة الوحيدة الفعالة، والأسود بدأ يحول قطعه لجناح الملك بكوين F6، وبينظر للمربع H5، لكن الحصان منعه، وربما أفضل محاولة للأبيض هي لعب C3 ومحاولة إيجاد هجوم مضاد في جناح الوزير، لكن لعب B3، ويبدو أن نيمزوفيتش لا ينتبه للهجوم اللي حيشنه الأسود، اللي كمل بتحويل قواته لجناح الملك بنايت E7، ونيمزوفيتش في حالة سيئة، ولذلك لعب A5 بيحاول ينشط الرخ وربما الوزير من هذا العمود، وهنا أفضل نقلة للأسود هي لعب G5 أولا، ثم الذهاب بالحصان للG6 لتدعيم تقديم البيدق، لكن لعب نقلة ضعيفة نايت G6، وبكده الحصان أمام البيدق وبيعيقه عن الحركة، لكن على أي حال الحصان ذاهب للH4 للتخلص من الحصان المدافع وفتح المربع لوزيره، ونيمزوفيتش لا يجد نقلات قوية، ولذلك تراجع بالفيل، والحصان ذهب للمربع الهام H4 طالب التخلص من الحصان المدافع ووصول الوزير للH4 وبدء الهجوم، وإذا لاحظنا هنجد أن قطع الأسود أصبحت قوية للغاية، بينما الأبيض منضغط، وربما أفضل نقلة للأبيض هي لعب B4 ومحاولة إيجاد هجوم مضاد في جناح الوزير، لكن أولا عليه إنقاذ الحصان، ولذلك تراجع للD2 على أساس أن المربع مشغول بالحصان، لكن الأسود وجد الحل، إذا وصلت له لك إهداء. صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. الأسود ببساطة ضحى بالحصان، وبكده فتح المربع لوصول الوزير، ولذلك لابد من أخذ الحصان، وهنا الأسود تهور ولعب كوين H4 طالب المات، لكن النقلة دي ضعيفة وحنعرف ليه، لكن ما هي أفضل نقلة للأسود في هذا الموقف؟ صديقي، لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب. أفضل نقلة وتنهي الدور هي كوين G5، طالب النايت E3 تشيك بقش مزدوجة، والملك لازم يتراجع، وكوين G2 تشيكميت، ولا يصلح النايت F3 كدفاع، ولكن في حالة الكوين H4
الابيض لعب نايت اف 3 طالب الوزير وبيحمي بي ده المات، ولذلك قلنا ان دي نقلة ضعيفة، لكن نشكر الحظ اللي لعب هذه النقلة السيئة لانه ادخل الدور التاريخ بكوين اتش 3 اتشك. وده الموقف المرسوم على غلاف الفيديو. ونمزوفيتش بعد الدور قال ان افضل نقلة هي التراجع بالملك، وبكده الوزير ليس له اي حركة، ونمزوفيتش هيفوز بيه بروك جي 1 وبيشوب اف 1 والوزير في المصيدة. واذا حاول يتخلص من المأزق لازم يتراجع بالحصان ويتراجع بالوزير وينتهي هجوم الاسود، لكن بيقول انه اصبح تحت ضغط ادبي فلا يستطيع امام احد اللاعبين الهواه ترك الوزير مجانا، وايضا ما الذي سيحدث اذا اخذ الوزير، ولذلك استجمع شجاعته واخذ الوزير. ومن هنا الدور هيتحول الى دور تاريخي لان الاسود بدأ التألق بنايت اسري، بيكشف كشري بالفيل وفي نفس الوقت طالب الوزير والرخ، لكن ده ليس غرضه الاول لانه بيحاصر الملك ولابد من الذهاب للاتش 4. ومن هنا هتبدأ رحلة الملك وحيدا حيث يتلقى المات. الاسود يستطيع اخذ الوزير ولكن تركه ولعب ما اظنه نقلة الدور. يا ترى ايه هي؟ صديقي لدعم القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب. الاسود لعب النقلة الجبارة جي 5، بيضحي ببيدق في سبيل دخول الملك الى معسكر الاسود. بالطبع الملك ليس له اي مربعات ولابد من اخذ البيدق، اذا اخده بالحصان هتكون نقلة كارثية وحيجي المات بنايت جي 2 شيك ميت، ولذلك لابد من اخذه بالملك شخصيا. وبكده الملك دخل معسكر الاسود اللي كمل بروك جي 8 اتشك. وهنا وصلنا الى موقف حاسم، فالملك له اربع اختيارات. اذا ذهب للاف 6 هيتلقى المات بنايت جي 4 تشيك ميت، بينما اذا تراجع للاتش 4 هيكمل بنايت جي 2 تشيك ولابد من اخذ البيدق. وبكده تم فتح العمود اتش وبيشوب جي 4 تشيك كينج اتش 6. وهنا لابد اولا من التخلص بالحصان، وحنعرف ليه، لان بعد الاخذ الملك لابد ان يذهب للاف 7 لادخال الرخ التانية للعب، ولو كان الحصان موجود هيستطيع اخذ البيدق بتشيك ويعطل الاسود، وكذلك بيشارك في محاصرة الملك. وبالطبع الابيض لو اخد الفيل هتكون نقلة كارثية لان هتجي المات الانيقة بروك جي 6 تشيك، والملك اذا تراجع هياخد الكش مات بروك اتش 8 تشيك ميت، ولذلك لابد ان يتقدم. وهنا هتجي المناورة الهائلة بروك جي 7 تشيك كينج اتش 8 روك اتش 8 تشيك ميت. اذا لا يستطيع اخذ الحصان، وربما افضل نقلة هي اعطاء الكش من اتش 5، لكن الاسود ببساطة هيذهب للاف 6 وهياخد المقابلة مع الملك وروك اتش 8 تشيك ميت، ولا يوجد للابيض دفاع. اذا ايضا لا يستطيع الذهاب للاتش 4، وربما افضل نقلة هي الذهاب للاتش 6، لكن هيتلقى المات ايضا بنايت جي 4 تشيك، والملك له اختيارين. اذا اخد البيدق هيجيء ببساطة بكينج اي 7، واحكم شبكة المات حول الملك بنايت اف 6 تشيك، وبعد كينج اتش 6 هيلعب روك اتش 8 تشيك، والملك في اي مربع هيذهب له، مثلا للجي 6 هيلعب بيشوب اي 6 والروك جي 8 هتنهي الموقف. اذا لا يستطيع اخذ البيدق،
ولابد من الذهاب للـ H7، ومرة أخرى الملك لا يستطيع الذهاب للـ F7 وإلا هياخد البيدة بتشيك، ولذلك هيذهب للـ F8. وأفضل نقلة للأبيض هي أخذ البيدة، لكن هتجي المات بروك G7 تشيك، ولابد من الذهاب للـ H8، وهنا نايت F6 هتنهي الموقف، طالب الروك H7 تشيك ميت، ولا يوجد للأبيض دفاع. ولذلك نيمزوفيتش في الدور أخذ البيدة، لكن دي لم تغير من الأمر شيئا، لأن بعد بيشوب G4 تشيك، إذا ذهب للـ H4 هيتلقى المات الفنية بنايت G2 تشيك ميت، ولذلك ذهب للـ H6، وهنا جاءت المات بروك H8 تشيك، كينج G5. ومرة أخرى الملك لا يستطيع الذهاب للـ F7 وإلا هياخد البيدة بتشيك، ولذلك جه للـ E7 طالب الروك G8 تشيك، ونيمزوفيتش لعب آخر ورقة في يده وأخد البيدة، منتظر إن الأسود يكمل بروك G8 تشيك، وهنا يستطيع لاعب النايت G6 تشيك بشوكة للملك والرخ، وبعد تحرك الملك هياخد البيدة طالب الكش، والملك الأبيض ربما ينجو، ولذلك البارون ما أعطاش الكش من G8، إنما أعطى نيمزوفيتش درس في المات بروك H5 تشيك، والملك لو ذهب للجي 6 هتلقى المات بروك G8 تشيك ميت، ولذلك أخذ البيدة، لكن بعد روك F8 تشيك الملك تراجع، وهنا تلقى المات بروك H3 تشيك ميت. أرجو أن يكون الدور قد أعجبكم، والبارون قد نال استحسانكم، وكيف استطاع أحد الهواة إعطاء أستاذ كبير كنيمزوفيتش هذه المات المعقدة. وإلى اللقاء في الدور القادم، الدور المجنون الهائل، فنحن نعرف أسماء اللاعبين ومتى لعب وفي أي مسابقة، ولكن لا توجد لهم أي صورة. هل هذا مقصود أم هناك سر في هذا الدور؟ انتظروا، فالدور القادم شديد الغرابة وشديد الجنون. فإلى أن نلتقي أرجو لكم أوقاتا سعيدة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.